كانت الإمارات تتمتع ببيئة استثمارية مستقرة قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي وخصائص اقتصادية قوية، حيث أنها تحتل المرتبة 16 عالميا في سهولة ممارسة الأعمال. عن إمارة دبي، فقد كانت نموذجا ومركزا عالميا لقيادة جهود التمويل المستدام وبالتوازي مع النمو الاقتصادي لدبي والدولة والمنطقة، وتجنبا لوقوع أزمة مالية أو هبوط اقتصادي لابد من استعانة أهل الاختصاص والخبرات. شباب الإمارات دائما حاضرين وقتها، ومنهم أحمد الجناحي. مرحبا يا أحمد. مرحبا زينب، كيف حالك؟ خبرنا يا أحمد عن دراستك الأكاديمية وتخصصك بالتحديد. خريج بكالوريوس إدارة الأعمال من الكلية التقنية العليا، وخريج ماجستير الموارد البشرية من الجامعة الكندي في دبي، وأيضا خريج برنامج قيادات حكومة الإمارات، برنامج استشراف المستقبل. جميل، كم صار لك في القطاع الخاص؟ صار لي 5 سنوات ما بين جهتين مختلفتين عملت فيهم. وكيف سمعت عن KPMG؟ حكم عملي في القطاع العام وقربنا من القطاع الخاص، كنا دائما مطلعين عن الشواغر المطروحة، ومنها كان الشاغر الموجود في KPMG واللي قدمت عليه ولله الحمد انقبلت فيه. وكان من خلال معارض التوظيف أو من خلال LinkedIn؟ من خلال التواصل المباشر مع المنشأة، وبحكم العمل المباشر مع منشآت القطاع الخاص تم التعرف على هذا الشاغر والتقديم عليه. جميل، تذكر أول يوم لك في العمل والمقابلة الوظيفية؟ أكيد أتذكر هذا اليوم، لأنه بالنسبة لي كان هو اليوم اللي بالفعل يعني شجعني أن أنضم لهذه المنشأة من خلال المقابلة الوظيفية اللي عملتها معهم. صراحة اللي جذبني أو أكثر شيء جذبني أني أكون أن ألتحق بهذه الوظيفة الوضوح والشفافية اللي شفتها من الموظفين اللي قابلوني في أول يوم أو في أول مقابلة، خلنا نقول لأني مريت بكذا مقابلة، فهاي كانت بالنسبة لي يعني مؤشر إيجابي أن مدى جدية هذه المنشأة والتزامها أن اليوم هي عارفة شو تبى بالضبط من هذا الموظف أنه يقدم لهم. نعم، وهل عملت في مكان آخر قبل الانضمام لهذه الشركة؟ نعم، كنت أعمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبالتحديد في قطاع التوطين. كان عملنا بشكل مباشر مع القطاع الخاص بهدف زيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص، فكنت في جانب أني أسعى أن دائما أزيد النسبة، واليوم أنا واحد من المواطنين اللي انضموا لهذا القطاع الحيوي. بالفعل كانت تجربة جدا ممتازة، تجربة اكتسبت منها خبرات جدا كثيرة، وبنيت فيها علاقات كبيرة مع منشآت القطاع الخاص، واللي اليوم ياسع أعززها واستفيد منها في وظيفتي مع KPMG. جميل، خبرنا أيضا عن مهامك الحالي في المؤسسة. أقدر أقول المهمة الرئيسية هي تحقيق استراتيجية التوطين في شركة KPMG مع فريق العمل. هذه المهمة الرئيسية اللي على مثل ما يقول على عاتقنا. طبعا تندرج تحت هذه الاستراتيجية عدة محاور نحن لابد أن نعمل عليها: محور التوظيف، محور التدريب، محور تمكين المواطنين، محور سعادة المواطنين، أيضا محور الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الحكومي ومع القطاع خلنا نقول حتى أيضا الشبه حكومي. نؤمن أن اليوم شراكتنا مع القطاع الحكومي شراكة جدا مهمة، وهي اللي بتعزز بإذن الله تحقيق استراتيجية المنشأة في التوطين. طبعا أقدر أضيف على ذلك تواجد مجلس شباب KPMG له دور جدا مهم في تعزيز وتسريع خلنا نقول تحقيق استراتيجية التوطين في الشركة عندنا. أحمد، خبرنا عن نسبة التوطين في الشركة. نسبتنا الحالية اليوم هي أكثر من 12%، ولكن نسعى دائما أن هذه النسبة تزيد، ومش فقط هدفنا زيادة نسبة المواطنين عندنا على كثر ما أن نحن نسعى إلى تمكين المواطنين وتجهيز قيادات إماراتية إن هي اللي تقود إن شاء الله الشركة في المستقبل القريب بإذن الله. جميل، بما أنكم قلتوا تسعون إلى أنكم تستقطبون المواطنين، شو المميزات اللي تقدمونها لهم؟ أنا أقدر أقول أن المميزات الموجودة اليوم في KPMG مميزات
جدا مهمة لكل شاب طموح عند الهدف أنه يوصل لأعلى المناصب. لما أقول المميزات أتكلم عن المؤهلات المهنية في التخصصات اللي نحن دائما نستقطب فيها، سواء كانت الإدارة المالية أو المحاسبة أو في خلنا نقول في الضريبة اللي تم استحداثها حاليا في الدولة عندنا. تخصص إدارة الأعمال يعتبر أحد التخصصات الأكثر أهمية في سوق العمل، فهو يوفر المعرفة والمهارات اللازمة لإدارة وتشغيل الأعمال بفعالية وكفاءة في مختلف الصناعات والقطاعات، كما يوفر فرصاً واسعة للتوظيف والنمو المهني وريادة الأعمال كالإدارة العامة وتطوير الاستراتيجيات والمحاسبة والعلاقات العامة والاستقبال. السلام عليكم زينب. عليكم السلام يا محب عبد الله، كيف حالك؟ مرحبتين، الحمد لله، الله يعافيك، حالك؟ سلك طيبة. عبد الله سيد، خريج أمريكية الشارجة، تخصص المحاسبة، شو سبب اختيارك لهذا التخصص؟ في سنة 2018 يوم تخرجت من المدرسة وكنت أقرر نفس الوقت شو بدرس في الجامعة، دولة الإمارات أضافت ضريبة القيمة المضافة، وبعد ما بحثت عن الضريبة هذه استنتجت أن المحاسبة بتكون جزء كبير من هذه الضريبة وكيف ممكن نحسبها، وفي مجالات ثانية بعد في مجال المحاسبة، فقررت أن أتبع المحاسبة في الجامعة. جميل، وكيف بحثت عن العمل؟ في الجامعة يوفرون لنا فرص مثل التدريبات، ونفس الوقت فرص من خلال تعاونهم مع الشركات الكبيرة، ومن ضمن الشركات اللي متعاونة كانت مع جامعتنا كانت KPMG، وخلال الجامعة وخلال موقع لينكدإن للوظائف قدرت أقدم لKPMG، وبعدها تواصلوا معي وبدأت المسيرة. جميل، وكيف كانت المقابلة الوظيفية في البداية؟ أول شيء ندخل على الرابط المتوفر، نعبي المعلومات اللي يسألونها كبداية للوظيفة، بعدها تكون مقابلة على الهاتف، وبعدها تكون مقابلة اللي هي على الأونلاين على المنصات، فتكون الأسئلة مثلا ليش اخترت الشركة، شو الحوافز، شو المؤهلات اللي عندك، أسئلة واحد يتوقعها كمتخرج جامعي جديد، ونفس الوقت الجامعة تأهله أنه يجاوب على هذه الأسئلة. نعم، وفي سؤال دائما ينسأل، شو بضيف للمكان؟ ولكن أنا راح أسألك، شو المكان ضاف لك يا عبد الله؟ خلال مسيرتي المهنية المكان ضاف لي وايد، أروم أقول مميزات، مثلا التواصل مع الجنسيات الأخرى، تعلمت بعض الكلمات بعض اللغات على الرغم أني ما أقدر أنطقهم، ولكن أفهم الكلمات هذه، وخلال هذا قدرت أتعامل مع الزباين، أتعامل في حياتي اليومية مع ناس ذو خلفيات ثانية اللي أنا ممكن ما تعاملت معها خلال دراستي أو خلال اليوم الطبيعي يعني. جميل، نقدر نقول هذه ميزة في القطاع الخاص، أنكم تتعاملون مع شركات وجنسيات مختلفة دولة الإمارات وخارجها أيضا. هي نعم، يعني هو صح أنه داخل الدولة وخارجها، ولكن بشكل عام أنا ما أقول أن أغلبهم اللغة المتداولة على الرغم أنها اللغة الإنجليزية تكون لغة ثالثة مو اللغة الثانية أو اللغة الأولى في بعض الأحيان، فنضطر أن نتعلم ونتثقف من ثقافتهم، وبعض الأحيان حتى إذا هم مثلا يو عندنا المكتب نضيفهم على أساس أن تعلمنا من ثقافتهم. أكيد عبد الله، من خلال خبرتك في القطاع الخاص نقدر نقول سنة نشوف البداية، بديت كمدقق مالي ومن ثم اتجهت إلى قطاع آخر، خبرنا عنه. أنا بعد ما تعلمت التدقيق لي في الهوايات يعني التكنولوجيا شيء مهم، أنا أحب أواكب التطور، فشفت أن عندنا فرصة في قسم ضمان التكنولوجي، هو يعتبر قسم داعم للتدقيق المالي، ففي هذا القسم أتخصصت في البيانات والتحليل، وفي هذا القسم نحن باختصر أن نأخذ المعلومات اللي يحتاجونها قسم التدقيق اللي ممكن تكون كبيرة من شركات كبيرة، ففي هذه الحالة نحن نساعدهم يحللون البيانات، يتأكدون أن الأرقام صحيحة،
خلال يعني عيارات وخلال أشياء مدروسة في السابق. فمن هالناحية نحن قدرنا نواكب التطور من التكنولوجيا، وقدرت أستخدم هواياتي وأستخدم اللي متعلمنه في القطاع اللي أنا تعلمت فيه سنة وأقدر أخدم أحسن. وما زلنا مستمرين في سرد قصص النجاح الإماراتية المتميزة، وهذه المرة من بنات الإمارات. خلونا نتعرف على بدرية جروان الإحبابي المتخصصة بالترجمة. أنا أول مرة ألعب هذه اللعبة، ولكن ما نشوف هو اللي اشترك بينها واللي يطيح الخسران. زين، خبريني بدرية، عند دراستك الأكاديمية وتخصص في الجامعة؟ تخصصي بكالوريوس علوم الاتصال بجامعة زايد، وكان تخصصي عبارة عن تصوير بشكل عام وعن مقالات من العربي لإنجليزي أو من إنجليزي لعربي. شو المهام اللي تقومين فيها؟ أنا ماسكة الحين حاليا العربي عند الشركة، سواء من إيميلات أو المقالات أو في التواصل، في التواصل الإعلامي، أو مثلا عندنا نتعامل مع الجهات الحكومية، أنا كل الجهة الاتصالية يعني لهم أتواصل معها. خبرينا عن أبرز التحديات اللي تواجهونها بالتحديد في القطاع الخاص. أبرز إن الثقافة، عندنا الثقافة والعادات والتقاليد جدا مختلفة، بس تتعلمين فيها. أكيد، عرفت أنك قلتي تتعلمين لغة جديدة. بالضبط، اللي هي اللغة الهندية، قمت أفهم لهم، مستحيل يعني يشفرون قدامي بشيء. جميل. لأن قمنا خلاص ناخذ ونعطي معهم، أغلب أوقاتنا ترى في الشركة. خبرينا عن المميزات اللي موجودة في القطاع الخاص. دوام مرن، تتعلمين بسرعة، تاخذين خبرة بسرعة، تتعلمين ثقافات ثانية، يعني حياة ثانية تكون. جميل، يعني تنصحين الشباب انهم يتوجهون وينخرطون في القطاع الخاص؟ انا انصح بقوة، لانه يتعلمون اشياء جديدة وياخذون خبرة بالحياة. شو القطاع المطلوب في سوق العمل؟ التسويق والاي تي. نصيحة تقدمينها للشباب الباحثين عن العمل في القطاع الخاص؟ أن يكملون مسيرتهم، وأن تكون تجربة جديدة وحلوة لهم، بيستفيدون وايد من خبرات من غيرهم ومن ثقافة ثانية. جميل، وحين نكمل اللعب. يلا. قصص النجاح لا تقتصر على الظن، لأن في دبي شابات وشباب من أصحاب القدرات والخبرات والمؤهلات اللي نشوف في عيونهم المستقبل.